إلى اليابان مشاهدينا الكرام، حيث التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في طوكيو طلبة الإمارات الذين يدرسون في الجامعات اليابانية، وحثهم سموه على الاهتمام والمثابرة في دراستهم العليا بجد واجتهاد. وفي هذا اللقاء أكد سموه أن الدارسين والمبتعثين في الخارج هم سفراء لوطنهم، وعليهم إظهار الصورة المشرفة لدولة الإمارات التي تتطلع إلى أبنائها المتسلحين بالعلم. أنا سعيد بلقائكم وهمتكم العالية التي تسعد أهلكم وبلادكم، ونحن فخورون بمثابرتكم رغم ابتعادكم عن الوطن. بهذه الكلمات استهل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لقاءه في طوكيو طلبة الإمارات الذين يدرسون في الجامعات اليابانية. رحب سموه بالطلبة وحثهم على الاهتمام والمثابرة في دراساتهم العليا بجد واجتهاد، واطلع على أحوالهم المعيشية والدراسية في اليابان، مؤكدا اهتمام الدولة بهم ومتابعة أوضاعهم التعليمية وحرص القيادة الرشيدة على توفير كل السبل والوسائل التي تساعدهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم في الحصول على الشهادات العلمية لخدمة الوطن. وأكد سموه أن الدارسين والمبتعثين في الخارج هم سفراء لوطنهم، وعليهم إظهار الصورة المشرفة لدولة الإمارات التي تتطلع إلى أبنائها المتسلحين بالعلم والمعرفة، ليسهموا بخبراتهم في مسيرة التقدم والرقي التي تشهدها الدولة في الميادين كافة. من جانبهم أعرب الطلبة عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، معاهدين سموه بأنهم سيكونون عند حسن ظنه في تحصيلهم العلمي وصولا إلى أعلى الشهادات الأكاديمية للمشاركة في مواصلة مسيرة التقدم في الوطن. احنا صراحة وايد فرحانين ان سموه جاي وبنقبله، يعطينا دفعة ان نستمر، ان سموه اعطانا من وقته وجاي يشجعنا، وبالعكس هم يحسون بالتعب اللي احنا نمر فيه والافورت اللي نبذلها. والله سمو الشيخ صراحة اعطانا دفعة كبيرة لما جاي يقابلنا ويسلم علينا ويسألنا يعني وينشدنا انتو شو ناقصكم وهذا، فهذه دفعة كبيرة ان نحن لازم نرد ونعطي لبلادنا شيء، يعني أقل شيء يعني هذا نسويه عشان نخدم بلادنا، نرد نفيد بلادنا ونزيدها تطور في تطور. والله واحدة من الأشياء اللي فكرت فيها أني أنقل بعض التكنولوجيا من اليابان لدولة الإمارات، خاصة لأن عندنا مقر أيرينا في أبوظبي وعندنا شركة مصدر. زيارة سمو وزير الخارجية لطلبة الإمارات في اليابان تعد حافزا معنويا لهم، فكل مواطن إماراتي مهم للدولة وقيادتها.